السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ شو اخباركم؟ شلون الامور؟ اهلا بكم باكاديميه العطاء الطبيه بالمرحله الرابعه. طبعا للي ما يعرفني، اعتقد اغلبكم يعرفني، بس للي جديد وما يعرفني، اني دكتور عبد العزيز العاني، خريج كليه الطب دفعه 2022. اخذتكم بالمرحله الثالثه ماده الكوميونتي ميديسن، فان شاء الله راح اكمل وياكم ماده الكوميونتي ميديسن بهاي المرحله. اوكي، بالبداية قبل ما نطب بمحاضرتنا، خلينا نحكي بالبداية على الكوميونيتي ميديسن بهاي المرحلة. طبعا بالبداية قبل ما نحكي، يعني اتمنى تكونوا تونستوا بالعطلة، للي دا يشوفني يعني بالعطلة، وسخدتوا بما فيه الكفاية، ويعني اخذتوا فرش هيك، يعني خلينا نقول يعني فصلة سريعة عن الدراسة قبل الرابع، لان الرابع يعني راح تكون مرحلة انتقالية بالنسبة لكم، بالنسبة يعني مشواركم بالكلية بشكل عام. ومادة الكوميونتي وكل المواد، يعني راح تشوفون انه راح تبدون تتعاملون ويا المرضى اكثر، راح تبدون تدرسون كلينيكال اكثر. اول 3 مراحل كانت مراحل بيسك شوية، يعني ممكن اكو اغلب طبعا اغلب الطلاب ما يحبوها، معنا انا كلش احب البيسك، بس اغلب الطلاب ما يحبون يدرسون البيسك. فالرابع فما فوق، خصوصا المرحله الرابعه، راح تدرسون كلينيكال بحث، راح تتعاملون اكثر ويا المرضى، راح تطبون مستشفيات اكثر، راح تدرسون الامراض اللي كنا نسمع بيها وكنا يعني نريد ندرس عنها صدق، فتحسون نفسكم صدق اطباء. تمامها بما يخص المرحله الرابعه عموما، وطبعا يراد لها أقراية أضعاف. أوكي زين، بالنسبة لمادة الكوميونيتي بالرابع، مادة الكوميونيتي بالرابع كذلك راح تكون كلش مختلفة عن الثالث. الثالث يمكن مادة مزعجة، يعني الغالبية ضجون من عندها كانوا، لأن مسائل وشغلات هي أصلاً ما لها علاقة، تحس مرات ما لها علاقة بالطب، أو هي لها علاقة من جانب إحصائي أكثر، يعني مو من جانب سريري وأمراض وكذا، فمعقدة شوية مزعجة. مادة الرابع بالعكس، مادة الرابع ما بيها معادلات، ما بيها سوالف من هاي، راح تكون كلينيكال، يعني بيور كلينيكال، يعني ريليتد كلش، خلينا نقول ميديكال ريليتد كلش، وانتجريتد ويا باقي، يعني كلش متداخلة ويا باقي المواد. يعني راح تدرسون الأمراض، تدرسوها بالباطنية، تدرسوها بالجراحة، تدرسوها بالنسائية والأطفال، راح تشوفوها هنا نفسها، ولكن مثلا من جانب إحصائي ناخذها، من جانب ابيديميولوجي ندرس الابيديميولوجي اكثر، ندرس انتشار المرض، ندرس الـ يعني هاي الامور الاحصائيه او اللي تخص طب المجتمع اكثر. اوكي، فهاي بالنسبه للنبذه يعني عن طب المجتمع بالرابع. بالنسبه لمحاضرتنا اليوم، احنا راح نبلش ان شاء الله، راح نشرح عن الفاميلي ميديسن، راح ناخذ انترودكشن سريعه، مقدمه على الفاميلي ميديسن، ونفهم شنو يعني الفاميلي ميديسن، وهسه راح نقرا الاوبجكتيفز ان شاء الله، ونعرف شنو راح ناخذه بهاي المحاضره. اوكي، فخلينا نبلش. زين، بالبدايه الاوبجكتيفز مال المحاضره، الاشياء اللي راح نتطرق لها واللي ندرسها بهاي المحاضره، اللي المفروض نكون نعرفها بنهايه الليكتشر، اللي هي اول شيء شنو ديفاين ذا فاميلي فيزيشن، راح نعرف شنو يعني فاميلي فيزيشن، شنو يعني البرانش هذا طب الأسرة، كنا سامعين بيه بس ما أعرف هو شنو وشنو يتعامل، فهذا أول شغلة راح نعرفها. Prescribe the family physician characteristics، لازم نعرف، راح ناخذ صفات الفاميلي فيزيشن، شنو الصفات اللي لازم تتوفر بالطبيب حتى يكون مناسب لهذا البرانش. أوكي، وشغلة ثالثة enumerate the functions of the family physician، نعرف شنو وظائف الفاميلي characteristics والوظائف مالته، هو شنو اللي الشغلات اللي المسؤول عنها، و define the 5-star doctor. اوكي، فراح نتطرق لهذه الجوانب جزء جزء بالمحاضره. اوكي، فخلينا نبلش. زين، family practice، طبعا بالبدايه قبل ما نطب المحاضره ونبدا نقرا، خلينا نعطيكم نبذه سريعه عن فكره الفاميلي ميديسن، هو اصلا شنو، وشنو الجوانب اللي يتعامل وياها، وهو اصلا ليش صار اختصاص اسمه فاميلي ميديسن، يعني شنو الفكره منه، شنو الفائده منه. اوكي، فعلى السريع نبدا سريع. قبل ما صار فاميلي ميديسن، كان المريض انه وين يروح، يصير عنده مثلا مشكله باطنيه، فيروح على طبيب الباطنيه،
مثلا صار عند خلينا نفرض الم بطنه ممكن يكون قولون عصبي او فد شيء، فيروح على طبيب باطني، عنده ضغط يراجع طبيب باطني، عنده سكر طبيب باطني، عنده مشكله جلديه على ابو الجلديه، عنده مشكله عيون على العيون وهكذا. اوكي المشكله شنو؟ المشكله انه شافوا انه اكو مشاكل او اكو امراض بسيطه اللي هي اغلبها 80% احنا من الشغلات اللي نتعامل وياها كطب، خلينا نقول 70% زين، راح تكون هي شغلات كمان وشغلات معروفه، ويعني ممكن يعني خلينا نقول خريج طب هسه متخرج ممكن يحلها يعني. اوكي فشافوا انه زين انت هسه مثلا خلينا نفرض اكو مريض زين عنده مثلا قولون عصبي زين، فده يراجع بالباطنية، عنده ضغط فده يراجع بالباطنية، عنده مرض جلدي فراجع بالجلدية، خوش عنده مشكلة التهاب عينه دا مثلا دائما يصير عنده فيراجع بالعيون، عنده مشاكل حصو والتهاب مجاري بولية هالسوالف فيراجع بالبولية. فأنت تلقى مريض واحد عنده كل هاي المشاكل، وطبعا هواية تشوفون انت خصوصا الالدر اللي عندنا بكل مشاكل الدنيا زين، فيبدي يراجع ابو بوليه ويراجع ابو باطنيه ويراجع جراح ويراجع مدري شنو. هاي الاخوه يعني هو اولا تعب على المريض، وبنفس الوقت صرف زايد، صرف للمريض هذا يروح يراجع اما يكتب له هذا وادويه قونيه ادويه يصير عنده، هذا يكتب له وصفه، هذا يكتب له هذا مدري شنو، فتعب وصرف ودوخه راس على المريض زين. ومن ناحيه النظام الصحي، هاي من ناحيه المريض، من ناحيه النظام الصحي السلبيات انه اولا هيك مرضى دا يلودون مثلا على الاستشاريات وهي مشاكلهم ممكن بسيطه، دا يلودون على الطوارئ، هسه تلاحظون الطوارئ اغلب المشاكل بالطوارئ مجرد سيلينج كيسز، وبنفس الوقت الدكتور ماكو دكتور دا يتعامل ويا المريض از هول يعني بشكل عام، يعني دا يشوف المريض دا مستمر وياه خوش فيعرف شنو مشاكله، لا هو يروح على بجلديه يشوف مشكله الجلد بس وخلاص يكتب له علاج وانتهى الموضوع. فقالوا شنو؟ قالوا أنا ليش ما نسوي اختصاص يكون ماخذ الكمان بروبلمز من كل اختصاص، يعني ماخذ الكمان من كل شيء. فمثلا يجون على أبو الباطنية يقولوا له تعال أبو الباطنية شنو المشاكل، أغلب المشاكل اللي تواجهها اللي تجيك للعيادة جيبها حطها، شنو أغلب المشاكل اللي تواجهها بالجلدية جيبها خليها، شنو أغلب المشاكل اللي تواجهها بالعيون جيبها خليها زين. فكأنما جمعوا هاي الكمان بروبلمز زين وخلوها باختصاصها مو طب الأسر باختصار. شنو الفائدة؟ الفائدة انه هنا احنا شنو استفادينا؟ انه اولا المريض هنا بدل ما راجع فلان وفلان 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 راح يراجع دكتور واحد، اذا كانت هاي مشكلة بسيطة يقدر يحلها كمان اللي هو يكون دارسها طبعا فراح يحلها اياها زين. اذا يحتاج شيء يعني يحتاج انه يعرف انه هو الطبيب، هو طبيب الاسره من يشوف هذا المريض يعرف انه لا والله هاي مشكله كبيره تحتاج مثلا طبيب باطني حاول على طبيب باطني، تحتاج طبيب بوليه حاول على طبيب بولي. اوكي فراح يكون ايضا حلقه وصل، فاذا هنا حلينا انه المشاكل الكمان راح يحلها طبيب الاسره، الشغله الثانيه انه راح يكون حلقه وصل ما بين المريض وباقي الاطباء، والشغله الثالثه اللي هو راح يكون مسؤول كلش كبير على مراقبة المريض لفترة طويلة. هو ليش اسمه طبيب عالة؟ لأن راح يظل وياه، راح يتابع وياه هذا المريض دائما، فراح يكون مسؤول عن تثقيفه الصحي بشكل عام، راح يكون مسؤول عن انه يحافظ على صحته، يثقفه انه شلون تحافظ على صحتك، شلون يسيطر على الامراض اللي عنده، شلون يقي نفسه من الامراض وهكذا. فهاي كلها وظائف طبيب الاسرة. هسه طبعا راح نجي نتطرق اكثر، بس هاي فكرة طب الاسرة بشكل عام زين. انا ملخص المحاضرة يعني اعطيتك اياها من هسه زين. خلني نجي نقرا. يقول لي الفاميلي براكتس هو الفاميلي او اللي هو الميديكال سبيشاليتي ذات بروفايدز كونتينيوينج زين كومبرهنسيف هيلث كير فور ذا انديفيدجوال اند ذا فاميلي. فينطق لنا رعايه صحيه شامله ومستمره، يظل يتابع المريض زين. ات از ذا سبيشاليتي ذات انتجريت ذا بايولوجيكال اند كلينيكال اند بيهيفيرال. طبعا حتى حتى المشاكل النفسيه، يعني حتى المشاكل اللي يواجهها الطبيب السايكاتري مثلا يا بتعال هم يدرسها بالاسره، يعني يعرف عن الدبريشن عن الستريس عن ما ادري شنو عن هاي كلها يقدر شو اسمه يعالجها. فلذلك المشاكل البيولوجيكال والكلينيكال والبيهيفيرال
اوكي مسؤول عنها. السكوب اوف فاميلي براكتس انكومباسز يعني تشمل كل الايجز كل الاعمار من حديثي الولاده الى الى الالدرلي هو يكون من مسؤوليتهم البوث سكسز وايتش اورجان سيستم اند افري ديزيز انتيتي اي ديزيز هو مسؤول عنه قلنا لانه هو يكون الفيرست لاين اذا قدر يعالجه يعالجه اذا ما قدر راح يحاوله اوكي زين فالفاميلي فيزيشن مثل ما قلنا انه هو الفيزيشن هو از ادوكييتد and trained in discipline of family practice. Okay, فهو تدرب باختصاص الفاميلي and possesses a unique attitudes and skills and knowledge that qualifies him or her يعني to provide a continuing comprehensive medical care. Okay, فهو إذا قلنا لازم يكون طبيب الأسرة لازم عنده attitudes معين صفات معينة ويكون عنده skills من كل الصفات يعني مثل ما قلنا يعرف كل شيء عن يعني يعرف شيء عن كل شيء يعرف لازم يكون عنده نولج عام عن الطب عن كل اغلب الاختصاصات فيكون عنده سكيلز متعدده ليش حتى يوفر عليه صحيه شامله حتى يا مريض يجي يقدر يتعامل وياه ما يقول له انا هذا والله مو اختصاصي انا هذا بوليه اختصاصي فما اتعامل وياه بالباطنيه وهكذا لا كل شيء يعرف زين جوكر وبنفس الوقت بروفايد قلنا كومبرهنسيف كير وهيلث مينتيننس من أهم وظائف الفاميلي ميديسين إنه يحافظ على الصحة قبل لا يصير المرض يعني البريفنشن من أهم وظائف البريفنشن زين and preventive services to each member of the family regardless of sex age and type of problem إلى آخره and biological or behavioral factor زين فهو يحاول يتواصل ويا الانديفيدوال أو ويا الفاميلي بحيث إنه يعني قبل مرحلة المرض إحنا ما نريد نوصل لمرحلة المرض نريد نحافظ على الصحة أو بنفس الوقت إذا صار مرض يعني to detect it early يعني as early as possible تمام فهي وظيفة الفاميلي ميديسن زين الـ World Organization of Family Doctors منظمة شو اسمه المنظمة العالمية لأطباء الأسرة defines the family doctor as شنو as a physician who is primarily responsible for providing a comprehensive healthcare مثل ما قلنا to every individual seeking a medical care and arranging for other health personnel to provide services when necessary. فإذا هو احنا وظيفة الأساسية انه هو الشخص او الدكتور اللي ينطي رعاية صحية شاملة لكل شخص عنده مشكلة صحية. اي واحد عنده مشكلة صحية اول واحد يروح له المفروض يعني اي طبعا باقي الدول عندهم سيستم وعندهم نظام فهذا النظام متبع انه انت اول شيء تروح له تروح الفاميلي فيزيشن زين فاميلي فيزيشن يعرف كل شيء فمشكلتك تنحل ويقدر يحلها وبسيطه وكمان وهاي راح يحلك اياها ما قدر هو يعرف من يحلها هو يعرف انه هاي المشكله يحلها ابو البوليه فراح يحاول لابو البوليه خوش هاي بالنسبه لتعريف الفاميلي فيزيشن زين هسه الكاركترستكس اوف ذا فاميلي فيزيشن شنو الصفات اللي لازم تتوفر بالطبيب حتى اللي يتأهله انه يكون طبيب اسرة اوكي او صفات طبيب الاسرة بشكل عام زين اول صفة واهم صفة اللي هي strong sense of responsibility for total ongoing care of individual and the family during health illness and rehabilitation فلازم يكون عنده حس المسؤولية تجاه الفرد اوكي يعني لازم يكون عنده حس المسؤولية تجاه الفرد خلال ما هو healthy وخلال illness وخلال rehabilitation هاي مهمة انه طبيب الأسرة يختلف عن باقي الأطباء هو راح يجي المريض بمرحلة المرض بس اوكي يتمرض راح يجي للطبيب فراح ينطي علاج طب شكرا جزيلا الله وياك اوكي طبيب الأسرة لا راح يكون ويا المريض مرحلة ما هو healthy يحاول يثقف المريض بحيث يثقفه صحيا بحيث انه يحافظ على نفسه من المرض ومن يكون من يصير من يتمرض العفو اهم راح يكون وظيفته انه هو يستقبله هو يحاول يعالجه وبعد العلاج راح يكون هو مسؤول عن مرحله الريهابليتيشن فلازم يكون عنده حس مسؤوليه تجاه هاي الثلاث مراحل زين شغله ثانيه كومباشن اند امباثي كلش مهم انه with sincere interest in patient and family كلش مهم هاي الصفه انه تكون على طبيب الاسره اللي هو انه يكون يعني عنده جانب هذا التعاطف ويا المريض يعني يكون قريب من المريض والعائلة بشكل عام يكون قريب مو شخصي لا أبالي أوكي شغلة الثالثة curious and constantly inquisitive attitude لازم يكون curious لازم يكون فضولي خوش
ومثل ما قلنا انه يكون فضولي ويبحث عن المشكله ويحاول يدور ويحاول يقرا ويحاول هاي، فهاي ايضا صفه مهمه. الشغله الرابعه ان انترست ان برود سبيكترم اوف كلينيكال ميديسين، هاي اساسيه يعني، لان اذا انت ما عندك انترست بكل المجالات الطب زين ما راح تقدر تصير فاميلي فيزيشن، لان قلنا مثل ما حكينا الفاميلي فيزيشن يتعامل ويا كل شيء، يتعامل ويا كل الاختصاصات زين. فواحد مثلا ما يحب يحب مثلا بس الكسور، هو يحب الطبيه بس الكسور، فما ما يحب باطنيه، ما يحب مشاكل باطنيه، ما يحب مشاكل الجاني، ما يحب مشاكل العيون ما يحبها، فانت بعيد عن الفاميلي ميديسين، لان الفاميلي ميديسين يتعامل ويا كل شيء زين. زين الصفة الخامسة اللي هو the ability to deal with multiple problems occurring and يعني simultaneously in one patient. أوكي هاي كلش مهمة، لأن مثل ما حكينا مثلا مثال ضيتكم يا هذا الخطية الحج المقرود اللي كل شيء بيه أوكي كل مشاكل الدنيا، فأنت تتوقع إنه أغلب المرضى اللي راح يجوك كفاميلي ميديسن راح يكون هيج زين، راح يجيك يعاني من ضغط وسكر وعنده مشاكل من مدري شنو، ودكتور عندي حصوة، دكتور مدري شنو عندي ألم هنا، فانت لازم تكون تعرف تتعامل ويا كل هاي المشاكل زين بنفس الوقت، وتعرف شلون تربط بيناتها. اوكي هاي بالنسبه للصفه. الصفه السادسه the ability to support children during growth and development and during their adjustment to family and society. هاي ايضا من اهم وظائف من اهم وظائف الفاميلي اللي هو التعامل ويا الاطفال بشكل عام من اول ما يجي للدنيا، ويكون مسؤول عن يتابع الجروث مالته، يتابع المايلستون مالته، يتابع وزنه، يتابع طوله، يتابع الديفلوبمنت سوشيال ديفلوبمنت مالته، هاي كلها اذا صار عنده اي مشكله يحاول يشخصها من وقت، فهاي كلها وظائف ايضا وظيفه الفاميلي ميديسن، فلازم يكون عنده هاي الصفه. الصفه السابعه ability to assist patients in coping with everyday problems and in maintaining stability in their family and community. فلازم همين يعني اتوقع همين يجيك واحد يقعد يشكي من الدبريشن ومن السترس وما ادري شنو، فانت لازم يكون عندك تكون good listener وتعرف تتعامل ويا هيك شخص وتساعد. خوش الصفه الثامنه انه the capacity to act as a coordinator of all health resources needed in care of the patient. مثل ما حكينا الفاميلي فيزيشن هو كوردينيتر بالاساس، هو حلقه وصل ما بين المريض وما بين شنو وما بين الباقي الاختصاصات وباقي الهيلث بيرسونال ومنسق عام زين، هو يعرف من يحول من اللي يحتاج هيك كذا، فهو منسق عام ما بين كل الاختصاصات زين. الصفه التاسعه اللي هي a desire to identify problems at earliest possible stage to prevent disease زين، فلازم يكون عنده هاي القدره وهاي الرغبه انه يشخص المرض اول ما يبدي. ليش؟ لان انت الفاميلي فيزيشن مثل ما حكينا يتميز عن باقي الدكاتره انه يتابع المريض لفترات طويله، فلازم يكون عنده القدره اول ما يشوف شيء ابنورمال بهذا المريض مباشره يعرف انه هاي ريد فلاج ويعرف انه هذا بدايه مرض. اوكي فيحاول يشخص المرض من البدايه حتى نتجنب الكومبليكيشنز زين. النقطة العاشرة اللي هي skills necessary to manage chronic illness. The chronic illness من أغلب المشاكل اللي يتعامل وياها الفاميلي فيزيشن اللي هي الضغط، السكر، المعرف إيش، من وظائفه إنه يثقف المريض، يابا شلون السيطر، يابا شلون تاكل، يابا شلون شنو اللايف ستايل مالتك اللي لازم تتابعه كذا ها، وطبعا يكون مسؤول عن متابعة العلاج وياه بحيث يسيطر على chronic illnesses، كل chronic illnesses اللي تجي ببالك. And to ensure maximum rehabilitation following acute illness. تمام؟ اوكي. زين. 11. A feeling of personal satisfaction derived from intimate relationship with the patient that naturally develop over a long periods of continuous care as opposed to short-term pleasures gained from treating episodic illness. بمعنى انه طبيب الأسرة على سبيل المثال عكس الجراح. الجراح شلون يتعامل ويا المريض؟ راح يتعامل ويا المريض لفترة كلش محدودة، اللي هو راح يجي مريض acute case appendicitis على سبيل المثال، راح يجي ياخذ منه brief history يفتهم انه خلاص شخصه appendicitis مباشرة، دخل عملية، سوى له عملية، فهم على الموضوع، خلاص انتهى، هاي علاقته تنقطع هنا، ممكن بعد ما يشوفه اصلا للمريض. اوكي
شعور الجراح، شعور الجراح هاي بالبلجر هذا منين يجي؟ يجي من الدراماتيك ريليف اللي سواها المريض، اللي هي انه مريض جاء ممكن بين حياة وموت، وبعدين خلال يوم او اقل ممكن مجرد سوى عملية نقذة يعني بفضل، يعني بفضل رب العالمين طبعا، فحول الى شخص طبيعي زين. فهاي الدراماتيك ريليف هي اللي تنطي البلجر للجراح. فعلى العكس من شنو؟ على عكس الفاميلي فيزيشن. الفاميلي فيزيشن لازم يكون شخص لا يستمتع بهاي العلاقه الطويله ويا المريض، اللي هو انه دائما يتابع المريض، يتابع صحته، يتابع قلنا يسيطر، يحاول يخليه يحافظ على صحته، يمنع على الامراض كذا. خوش، فلازم يكون شخص يستمتع بهذا الشيء. اكو ناس تفضل هذا الشيء، اكو ناس يقول لك لا انا لا دوخ نفسي ولا تعال اسمع مريض ولا مدري شنو. فاغلب الجراحين انه هو لا انا شغله اسويه وانتهى الموضوع وهذا هو. زين زين، هاي النقطه 12 والاخيره اللي هي a skill for a commitment a skill and commitment to educate patients and families. لازم يكون عنده about شنو؟ طبعا about disease process and principles of good health. فلازم يكون عنده همين هاي السكيل. مو كل الاطباء او مو كل الناس يحبون يقعدون يشرحون ويفهمون وما ادري شو. لازم لازم يكون طبيب خلقه طويل مثل ما نقول. خوش، وطبعا يعني لذلك الفيميل اكثر يروحون، لان الفيميل شويه بالهم اطول ويحبون يشرحون. فلازم يكون عنده هذا السكيل انه يشرح للمريض على المرض مالته، وعلى شلون يتسيطر على المرض، وشلون لازم يتابع علاج، وشنو هذا المرض، وشنو والى اخره. تمام، هاي اذا ما يخص صفات الكاركترستكس مال الفاميلي فيزيشن. تمام زين، هسه الفانكشنز اوف فاميلي فيزيشن، شنو الوظائف مال الفاميلي فيزيشن والمسؤوليات اللي عليه؟ طبعا احنا كلنا ذكرناها ويا الشرح اللي شرحناه، بس شنو راح نرجع نرتبها، فماكو شيء جديد يعني، بس راح نرجع نحطها بنقاط ونسويها بشكل ارتب واوضح. اوكي زين، اول وظيفه بالنسبه للفاميلي فيزيشن اللي هي الكونتينوينج ريسبونسبيلتي، المسؤوليه الدائمه عن حاله المريض. مثل ما حكينا يعني المسؤوليه الدائمه ب من المريض يكون هيلثي، ومن يكون بحاله المرض، وبالريهابيليتيشن. هاي المراحل الثلاثه هي مسؤوليه الجسم. فهاي اول وظيفه. زين، one of the essential functions of the family physician is the willingness to accept ongoing responsibility for managing medical care of the patient. The commitment of the family physician to the patient does not cease at the end of the disease. ما تخلص، مو مثل باقي الأطباء، مو خلاص الديزيز يعني هذا هو وظيفتك، لا انتهت، لا. It is a continuing responsibility regardless of the state of the health or disease process. ما له علاقة، قلنا هاي ثلاث مراحل كلها انت كطبيب أسرة انت ويا المريض. تمام زين، the greater degree of the continuing involvement with the patient, the more capable the physician become in detecting early sign and symptom of organic disease and differentiating it from a functional problem. يعني كل ما يكون طبيب الأسرة منخرط أكثر ويا المريض، وكل ما يكون يعرف أكثر عن المريض، ويعرف عن السوشيال هيستوري مالته والفاميلي هيستوري، ويعرف عن الميديكال والسيرجيكال وكل هاي الأمور والإيكونوميكال هيستوري، كل هاي الأمور راح تخليه شنو؟ راح تخليه هذا المريض حافظه قدامه، يعني هذا عبارة عن سجل، هذا كذا 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 كذا. فأول ما أشوف علامة غريبة، أوكي، أول ما أشوف شيء أبنورمال قبل راح أقدر أشخصه. زين، مو مثل الطبيب اللي اول مره يروح له، لان الطبيب اللي اول مره يروح له ما راح يعرف هاي الخلفيه الاجتماعيه عنه. زين، فالبيشنت وذ بروبلم ارايزنج فروم ايموشنال اند سوشيال كونفليكتس اوكي كان بي مانجد موست افكتيفلي باي فيزيشن هو هاز انتيميت نوليدج اوف ذا انديفيدوال اند هيز اور هير فاميلي اند كوميونيتي باك. مثل ما كان انت منو احسن طبيب يعالجك؟ هو الطبيب اللي يعرف عنك اكثر من غيره. اوكي، ممكن اكو مشكله، ممكن اكو مشكله عاطفيه، اذا الطبيب عرفها عنك راح يوصل للتشخيص. غير طبيب اذا تروح لاول مره يمكن ما راح تحكي له اياها، فراح تروح من باله، فتروح من باله هواي تشخيصات، مو صحيح؟ فبالتالي دائما طبيب الاسره هو يكون افضل طبيب ممكن تلجأ له كفيرست لاين. زين، هاي بالنسبه الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه اللي هي الكرونيك النس،
والكرونيك إلنس المفروض تقع على عاتق يعني مراقبة ومتابعة والسيطرة على الكرونيك إلنس على عاتق طبيب الأسرة. زين؟ The family physician must be committed to managing the يعني common chronic illnesses اللي كنا نعرفها ضغط وسكر وقولون وما أدري شنو هالسوالف that has no يعني non cure but for which continuing management by a personal physician is all the more necessary to maintain an optimal state of health. فالضغط والسكر المديشن مثل ما حكينا انه هي شغلات ما لها علاج نهائي, فبالتالي هو وظيفته انه يتابع ويا المريض العلاجات واللايف ستايل مالته وحتى يحافظ له يمنع من الكومبليكيشن. زين ثلاثه, الوظيفه الثالثه اللي هو الكوردينيتور, منسق. مثل ما قلنا طبيب الاسره هو طبيب منسق ما بين حلقه تواصل ما بين المريض وما بين كل الاختصاصات الباقيه. فالفاميلي فيزيشن هاز ا يونيك انسايتس, عنده فد بصيره into the skills possessed by the physicians in the more limited specialist. فيعرف منو اختصاصه منو. طبعا المريض احنا يعني مرضانا ممكن واحد عنده ألم بظهره, زين هذا ابو الألم بظهره اكو ناس من يصير عندهم ألم بظهرهم يروح على ابو باطني, اكو ناس يروح على ابو كسول, اكو ناس يروح على ابو اعصاب, زين اكو فكل واحد يروح على ابو مفاصل. فبينما اذا تروح على طبيب الاسره هو راح ابغى اسوي دعايه لاطفال الاسره, بس من تروح على طبيب الاسره هو راح يعرف اول شيء راح يفحصك ويشخصك, فهو راح يعرف منو اللي يقدر يمنج هاي المشكله بالضبط. راح يحاولك اذا هو مثلا عندنا ديسك برولابس فمثلا يحاول على ابو اعصاب, ممكن اذا سبازم يحاول على ابو مفاصل, لو هكذا ممكن هو يحل الموضوع. The family physician is based and prepared to select a specialist whose skills can be applied most appropriately to a given case as well as to coordinate activities. فهو اللي يعرف انت من يناسبك, زين اذا هو coordinator حلقة وصل. يقول لي as the medicine becomes more specialized and complex the role of family physician as integrated يعني integrator العفو of health services becomes increasingly important. مثل ما حكينا يعني اكو هسه اختصاصات بالسب سبيشالتي اكو سب سبيشالتي, ف يعني انا شخصيا اكو اختصاصات كش ما اعرف عليها يعني, فما بالك المريض اللي هو يعني يا دوب يروح للمستشفى جزء بعمره ما وصل المستشفى. زين فهاي وظيفته انه يوجه, وظيفه الطبيب الاسره انه يوجه المريض. The family physician not only facilitate the access of the patient to whole healthcare system but also interpret the activities of this system to the patient. فهو مو بس يسهل المهمة أو يسهل للمريض أنه يوصل, وإنما هو يشرح لك ويشرح له بعد. زين كذلك يشرح للمريض explaining the nature of the illness and implications of the treatment. تمام وشلون تأثيرها على حياته, فيشرح المريض هاي السؤال فحجيناها. زين هسه النقطة الرابعة, الوظيفة الرابعة اللي هي the quality of care. The quality of care بمعنى شنو؟ بمعنى انه الكفاءة اللي ينطيها, كفاءة الرعاية او كفاءة العلاج اللي قدم العلاج, انا اقصد به مو الدواء لا, الرعاية بشكل عام من ناحية تعامل, من ناحية تشخيص, من ناحية علاج, من ناحية متابعة, هالسوالف. The quality مالتها اللي ينطيها الفاميلي فيزيشن اعلى كلش من اللي ينطيها باقي الفيزيشنز او باقي السبيشالست, مو لان هو يعني اعلم من عندهم لا, بس الفكره انه مثل ما قلنا بالعلاق انه هذا يعرف المريض فتره طويله كلش طويله, فيعرف هذا شنو مثل ما حكينا الهيستوري مالته, السجل مالته, خلينا نقول السي في مالته كلها يم. زين فبالتالي يعرف اي مشكله راح تصير, راح يعرف ترى هذا حالته الاقتصاديه كذا فاني ما راح اقدر اكتب له فلان, فهذا عنده مشاكل نفسيه كذا فهيج هذا انسب لهذا, ممكن المشكله تابع يعني. يعرف كل ما يعرف عن المريض اكثر كل ما راح يوصل العنايه وتشخيص افضل. زين فبالتالي هي هذه كواليتي اوف كير اللي نقصد عليه. فالبرايمري كير بروفايدد باي فيزيشنز سبيسيفيكالي ترايند تو كير فور بروبلمز بريزنتينج تو بيرسونال فيزيشنز هو يعني هو نو ذير بيشنت اوفر span يعني over span of time is of higher quality than provided by other physicians. مثل ما حكينا نتيجة العلاقة الطويلة اللي بينهم. The primary care to be done well زين
requires extensive training. لازم متدرب على كل اختصاصات. زين specifically tailored to problems frequently seen by physicians in ambulatory care. مثل ما قلت لكم هم شلون سووا اختصاص طب الأسرة، انه راحوا على باقي الاختصاصات واخذوا منها الكامن بروبلمز. تعال يا طبيب الباطنيه شنو اكثر شيء تواجه، تعال يا طبيب الجلديه شنو اكثر شيء تشوفه، فجمعوها ودربوا اطباء الاسره عليه. تمام، جمعها باختصاص الواحد باختصاص واحد. ذيس انكلود، فهاي كلها من 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 وظائف. زين فذيس انكلود شنو؟ ديتكشن اند دايجنوستس اوف كانسر، مثلا على سبيل المثال سبيشالي ذا بريست اند كولون. ف ليش؟ لأني تابع المريض دائما، فأي أول علامة راح يلاحظها، بس مثلا طلع بريست ماس أو فتشي أو جغدة يسموها، خلاص راح يقدر يعرف أنه ويقدر يدزه هاي. اثنين management of gynecological problems. تمام، مهم the care of those with chronic disease and terminal illnesses وهكذا. فهاي كلها قلنا مسؤوليات الكمان، الباقات الكمان همين مسؤوليات. زين النقطة الخامسة والأهم طبعاً للبيشنت اللي هي الكوست إفكتيف، توفير. خوش ليش؟ بدل ما مثل ما قلنا يروح على فلان وفلان 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 أخصائي وفلان أخصائي، يروح على طبيب واحد جوكر خوش يحل كل شيء بكشفية 10,000 دينار وشكراً جزيلاً. زين ف كوست إفكتيف، وهاي طبعاً نقطة كلش مهمة للمريض. The physician who is well acquainted with the patient not only provides personal and human medical care but also do more economically than a physician involved in episodic care. زين كل طبعا the physician who has او العفو who know his or her patient well can assess the nature of the problem okay more rapidly and accurately. مثل ما كل شوية يعيد فكرة العلاقة الطويلة ما بين المريض والهاي، طبعا راح يخليه يشخص أسرع ويوصل الحل لكل المشاكل. يعني المشاكل هواية ممكن المريض ممكن بدو يعني بغياب طبيب الأسرة راح تتطلب فد 5-6 دكاترة الله يحلوها. زين زين because of the intimate ongoing relationship the family physician is under less pressure to exclude a diagnostic probabilities by use of expensive laboratory and radiological procedures. بمعنى شنو؟ بمعنى المريض اللي يروح على طبيب قلنا ما يعرف عنه شيء، أخصائي ثاني مثلا راح على طبيب أي شيء، طبيب بولية مثلا أو أي طبيب ثاني أي أخصائي، هذا الطبيب أول ما يشوفه هو ما يعرف عنه شيء، فراح يأخذ منه هيستوري، راح يخلي بباله هواي differential diagnosis. انت شلون نقلص differential diagnosis؟ قلصة انه ندز، انه ندز فحوصات، فراح يدز هواية فحوصات، راح يدز فحوصات، راح يدز CT، راح يدز X-ray، راح يدز مدري شنو لابروسكوبي ممكن يحتاجه مثلا مشاكل الجياتي، فيدز اشكال والوان. زين لان ما يعرف شيء، لان ما يعرف هذا شنو خلفيته الصحية، ما يعرف ما دازه قبل، ما متعامل وياه هواية، فيدز هواية، فهاي كلها كوست، هاي كلها فلوس. زين بينما طبيب الأسرة لا، هذا متعامل وياه لفترة طويلة، يعرف انه مثلا ما يحتاج يدز سي تي، انت ما عندك الجي اي تي مالته سليمة مثلا، فما يحتاج يدز اندوسكوبي، يعرف عن، فالقصد انه بشكل عام راح يوفر عليه هواية فحوصات ويوفر عليه هواية شغلات غير طبيب راح يكل يعني كلفه هواية فلوس. تمام and is more likely طبعا to use a time as an ally in diagnosing less urgent problem than a physician who is unfamiliar with it. وهمين يشخص أسرع. ليش يشخص أسرع؟ يعني مثل ما قلنا هو يعرف البيشنت فما يحتاج يدز فحص على مود يتأكد من هالشيء، ما يحتاج يدز اندوسكوبي بين ما يطلع اندوسكوبي نتائج له، ما يحتاج يدز سي تي بين ما تطلع السي تي بين ما يشوف، بسرعة هو يعرف كل شيء فراح يشخص بسرعة. اوكي زين زين medical care should be available to all patients in a precise degree needed, neither too expensive nor too limited. اوكي فطبعا اكيد الرعايه الصحيه يعني ما لازم ما يصير تكون غاليه، يعني مو الكل يقدر يدفع فلوس، مو الكل يقدر يسوي فحوصات، مو الكل يقدر يدفع فلوس سي تي واندوسكوب ما ادري شنو، فلازم تكون
موفرة قدر الإمكان للمريض. فهذا من جانب المريض أنه راح يوفر لكوما طبيب الأسرة. تمام؟ specialists generally treat their patient more resource intensively than do generalists. مثل ما حكينا أنه يجزون فحوصات واي واي طبيب الأسرة ما يحتاجها, resulting in increased cost of the care. Family physician order few tests than do specialists, perhaps because they ليش because they know their patients well. تمام؟ فما يحتاجون يجزون فحوصات. زين, الوظيفة السادسة واللي احنا يعني هاي وظيفة شمولية يعني حكيناها بكل كل شوية نعيدها, اللي هي الكومبرهنسف كير. انه مثل ما حكينا ينطي كومبرهنسف رعاية صحية شاملة, جوكر يعرف كل شيء. اوكي, the term comprehensive medical care spans the entire spectrum of medicine, كل شيء بالمديسن. The effectiveness with which a physician delivers primary care depends upon the breadth يعني نطاق واسع of problems encountered during training and practice. زين, فهو قلنا مدرب على كل شيء. The family physician must be comprehensively trained to acquire all medical skills necessary to care for the majority of problems of the patient. وكل شوية نعيد هذا الحكي. تمام؟ زين, the greater the number of skills omitted from the family physician training and practice, the more frequent is the need to refer minor problems to other physicians. بمعنى انه كل ما طبيب الاسره هذا كل ما عنده سكيلز اكثر من باقي الاختصاصات, وكل ما قرا اكثر وكل ما درس اكثر عن باقي الشغلات, فكل ما زاد السكيلز مالته كل ما قل الاحتياج لباقي الاختصاصات, راح يختصر علينا هواي شغلات. تمام, فراح يريح باقي الاختصاصات ويسهل النظام الصحي بشكل عام على المريض وعلى المؤسسة الصحية. تمام, a truly comprehensive primary care physician adequately manages, مثلا هاي واحد, هاي طبعا سرد لبعض الوظائف اللي هو صدق يعالجها, الacute infections, good infectionات اللي تجي ببالك هو يقدر يعالجها, البايوبسيز لسكن and other lesions, ياخذ بايوبسي يعالج السكن lesions. تمام, repair lacerations, الواحد مجروح مدري شنو يقدر هو يعالج الموضوع ويخيطه, هاي treat musculoskeletal sprains and minor fractures, ممكن كسر رضة ضربة مدري شنو التواء, هاي السوالف هاي كلها هو يحل الموضوع ما يحتاج, remove foreign bodies, treat vaginitis, provide obstetric care and care for a newborn, همين حتى الحوامل إذا تراجع ممكن هي تسوي لها سونار تتابع حالة المدري شنو, من تجيب تتابع حالة الطفل, تتابع يعني طبيب الأسرة ده يحكي أو حتى طبيب الأسرة يتابع الجروث مالته, هاي كلها وظائف. تمام, give supportive psychotherapy مثل ما حكينا, يعني سايكاتري مالته كلها سوالف depression stress همين هو مسؤول عليها, and supervise or performs a diagnostic procedure, يعني حتى ممكن هو يسوي diagnostic procedure إذا هو عنده skill لهذا الشيء. فهاي ده تلاحظون انه قد ده يختصر على باقي الاختصاصات, ده يختصر هواي شغلات. اوكي, وطبعا ده ينافسهم يعني. اوكي, فجوكر طبيب الاسره جوكر. زين, المانجمنت اوف illness involves much more than a diagnosis and treatment. اكيد يعني مو بس ديجنز وتنطي تريتمنت وخلاص عالجت المريض. It also requires awareness of all factors that may aid an individual recovery from illness. مثلا this requires consideration of religious beliefs, social, economic, cultural problems, and personal expectation and hereditary. فأنت حتى تعالج المريض مو بس الشخص أو تنطي علاج وروح الله وياك, لا, لازم عندك خلفية خلفية اقتصادية عن المريض, خلفية اجتماعية عن المريض, عن معتقدات الدينية, عن مشاكله, عن وراء كل هاي الأمور راح تخليك واعي أكثر بالعلاج اللي تقدمه وبالنصائح اللي تقدمها وبالشغلات اللي راح تساعد المريض على الريكفري. أوكي, زين, فهاي كلها comprehensive care. Family practice is comprehensive specialties involving varying depth of knowledge and skills of varying degrees in each specialty area. كل شوية دين عندها الحكي. Depending upon the prevalence of problems encountered in everyday practice. يعني تعتمد على, يعني بمعنى أنه
طبيب الأسرة يدرس من باقي الاختصاصات حسب المشاكل اللي يواجهها. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه احنا مثلا لاحظنا أنه أغلب مشاكل الناس أو اللي يراجعون عليها هي مشاكل باطنية مثلا، فراح يدرس الباطنية بشكل أكبر، بينما قليل من الناس مثلا يراجعون على مود مشاكل عيون مثلا، قليل، أو مثلا أنا بدي أحكي لكم، أو مشاكل عصبية على سبيل المثال، زين، يعني لها علاقة بالنيوروسيرجري أو هالسوالف. فبالتالي راح لا راح يكون دراسته أكبر للباطنية من النيوروسيرجري ومن العيون ومن هاي الأمور، زين. فإذا of varying degree، يعني and degree of skills needed to become an excellent diagnostician. زين. A physician specializing in only one discipline, however, will have much shallower base in comprehensive medicine and much greater depth in a chosen discipline. بمعنى طبعا بديهي هذا الحكي، بمعنى انه دائما الاخصائي عنده معرفه عميقه باختصاصه، بينما معرفه كل ما يتعمق اكثر باختصاصه كل ما خلينا نقول تقل معلوماته عن باقي البرانشات. اوكي، يعني ابو الكسور على سبيل المثال، من يجي واحد عنده كسر مستحيل اكو اي اختصاص، حتى ابو طب الاسره، حتى ابو حتى عالم بالطب، مستحيل اكو واحد يعرف يمنج هذا البيشنت مثل ابو الكسور اذا عنده كسر، زين. بس من يجي مريض عنده مشكله باطنيه او ده يسال على السكر او عنده مشكله غايني او عنده مشكله، يعني على سبيل المثال، راح يكون عنده معرفه بس معرفه بسيطه كلش، يعني معرفه سطحيه راح تكون، زين. على طبيب الاسره على العكس، لا، هو ما راح يقدر يعرف بالكسور كل شيء، بس راح يكون عنده معرفه بكل، يعني مغطي كل شيء، فراح يقدر يتعامل ويا المريض بنطاق واسع اوسع. The specialist is an excellent consultant but is trained not trained and cannot function effectively as primary generalist. زين، اكيد ما راح يقدر ينطي رعايه شامله لان ما دارس كل شيء. اوكي، هسه النقطه السابعه اللي هي الاكسسبيليتي. لازم طبيب الاسره يكون اكسسبل تو ذا بيشنت، يعني لازم يكون يقدر يوصل للبيشنت بسرعه وبسهوله، زين. هي هاي الفكره، انه الوظيفه السابعه اللي هي الاكسسبيليتي. Is an essential feature of primary care. Services must be available when needed and should be with a geographic proximity. طبعا لازم حتى اوصل لطبيب الاسره اني وللبرايمري كير، لازم شنو؟ لازم يعني يكون بالمحيط الجغرافي واقدر اوصلها بسرعه، زين. When the primary care is not available, many individuals turn to the hospital emergency. هي departments. Okay. The emergency room is of course fine for emergencies but it's not suitable for the personalized long term comprehensive care that family physician can provide. فهي الفكره. هسه احنا المشكله عندنا بالعراق شنو؟ واحد وجع راسه طوارئ، واحد ضايج راح طوارئ، واحد ضايج من مرته متعارك ويا مرته راح طوارئ، اي شيء تلوّد على الطوارئ وهي سيلي كيس، وممكن هو يجي ابو اللي قاعد بالطوارئ ده يعالجه وعايف واحد مجلوط وراح يموت. فهاي مشاكل خفيفه، هي هاي الفكره اصلا من الفاميلي ميديسن، انه المفروض اكو مركز رعايه صحيه وفاميلي فيزيشن هو اللي يلجا له بهيج مواقف بدل ما يروح الطوارئ. الطوارئ المفروض تكون اوف سيريس كيسز. اوكي، زين. هسه الوظيفه الثامنه والاخيره اللي هي تعتبر يعني نقدر نحسبها من الكاركترستكس مو من الوظائف، اللي هي الدايجنوستيك سكيلز. دايجنوستيك سكيلز، لازم طبيب الاسره يكون ا جود دايجنوستيشن، لازم يكون مشخص جيد وعنده نظره جيده ويقدر يشخص بسرعه. ليش؟ لان هو قلنا اول واحد راح يتعامل ويا المريض، والمريض من راح يجي راح يجيب ايرلي signs and symptoms، يعني ممكن تكون signs and symptoms واضح، وممكن تكون هيك كلها general، يعني واحد والله احس بتعب جسمي، راسي وجعني، مدري شنو اللي هي اي شيء ممكن، يعني اي مرض ممكن يسوي، زين. فبالتالي من خلال معرفته عن المريض ومن خلال الهيستوري اللي عنده عن المريض ومن خلال تعامله وياه، لازم قبل يلقف الموضوع من ابسط signs and symptoms لازم يلقفها، وهاي راح تساعدنا بشنو؟ راح تساعدنا انه
نشخص بسرعة ونتجنب الكومبليكيشنز والتريتمنت أسرع وللبيشنت أصرف وكل شيء. يعني كل هاي الأمور راح نقدر نوصلها إذا كانت عندها هاي السكيل اللي هي دياجنوستيك سكيل. فالفاميلي فيزيشن ماست بي ان اوتستاندينج دياجنوستيشن. اوتستاندينج رهيب لازم يكون. سكيلز ان ذيس اريا ماست بي اون تو بيرفكشن. يا راجل يا طيب يعني لازم يعني دكتور هاوس لازم يكون مو لهالدرجة بس يعني لازم يكون قوي. Since problems are usually seen in their early undifferentiated state and without degree of resolution that usually is present by the time of patient are referred to a consulting specialist. مثل ما حكينا انه ليش؟ لان من يروح على اخصائي هو يروح وشو كتير يروح على اخصائي؟ يروح على اخصائي من تكون مبينه كل الساين والسيمتوم. بحيث اخصائي بس يجي ياخذ منه هيستوري يسوي له فحص يدزه كم شو اسمه؟ كم تحليل؟ قبل شيء خاص لان كل شيء قدامه واضح. بينما من يجي الطبيب الاسره راح يجي وهو الاعراض مالته كلش خفيفه فلازم يكون عنده قوه انه يشخص اكثر من باقي ولان ملم باقي الاختصاصات راح يكون ملم بس هو راح يكون ملم بكل شيء فراح يقدر يشخص بسرعه. زين هسه احنا حكينا عن الكاركتر شنو حكينا عن الفاميلي بشكل عام وحكينا عن الكاركترستكس of the family physician شنو الخصائص اللي لازم تكون عنده وحكينا عن وظائف الفاميلي فيزيشن شنو مسؤولياته كلها خلصناها. هسه نجي نحكي على اخر جزء بهاي المحاضره اللي هي الفايف ستار دكتور. التعريف ال WHO للفايف ستار دكتور الطبيب الخمس نجوم اللي البيرفكت خوش الطبيب المثالي. فالطبيب المثالي عنده خمس صفات فايف ستار تمام خمس نجوم. شنو هي الخمس صفات هاي؟ أول وحدة لازم يكون كير بروفايدر. كير بروفايدر بمعنى شنو؟ بمعنى take into an account the total physical, mental, social needs of the patient and ensure full range of treatment, curative and preventive and rehabilitative. فاللي هي الشغلات اللي حكيناها عن طبيب الأسرة اللي هي أنه لازم ياخذ كل جوانب المريض بعين الاعتبار physical والmental والsocial و لازم كذلك شنو يتابع المريض خلال فترة المرض وخلال الريهابليتيشن وبالبريفنتيف حتى شو اسمه على مود يقيم من الـ 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 يعني الأمراض الثانية أو إنه يرجع له مرة ثانية. زين الصفة الثانية هي ديسيجن ميكر إنه يكون صاحب قرار وإنه يقدر يتخذ قرار سليم. قرار سليم in which terms in terms of efficacy and cost. فلازم يعرف ياخذ القرار المناسب للمريض من ناحية أكثر شيء يفيده وأكثر شيء يصرف له. لأن أنت شلون المريض شلون يشوف هذا الطبيب فتشي يقدر يعالجه بأقل سعر ممكن مثل ما نقول بأبسط إمكانيات. لا يدزه هواي فحوصات ولا يدزه هواي مدري شنو ولا يدزه ولا يدوخه ولا يكلفه هواي ولا ينطيه هواي علاجات. تعالج بأبسط طريقة ممكنة وبأسرع طريقة ممكنة. فهو هذا decision maker لازم يعرف يأخذ القرار تمام. ثلاثة a communicator لازم يكون a good communicator متواصل جيد. The doctors of tomorrow must be an excellent communicators in order to pursue يعني individuals and families and شو اسمه communities in their يعني يقنعون حتى يقنعون لازم good communicator حتى يقنعون الفاميليز والانديفيدجوالز in their change or charge to adopt healthy styles and become healthy lifestyles and become partners in health effort. فانت حتى تقنع تقنع المريض وطبعا مرضانا احنا قافلين على bad lifestyles كلها بشكل عام بالاكل وبالصحه وبهذا الحكي كله. فحتى تقنعه انت حتى تفتح عقله المتحجر لازم تكون good communicator. فاذا الصفة الثالثة الصفة الرابعة اللي هي الكوميونيتي ليدر لازم يكون قيادي بالمجتمع aware of the needs and the problems of whole community in suburb or district اللي هي يعني مدينته او ناحيته او منطقته. لازم يكون يعرف شنو احتياجات المجتمع شنو الشغلات اللي يطلبها المجتمع من ناحية الصحية الادوية كذا اللقاحات يعني بشكل عام هاي الشغلات اللي يحتاجها المجتمع. وtake a positive interest in community
health activities which will benefit large number of people. طبعا يشارك بالفعاليات الصحية, ممكن يسوي يعني مؤتمرات, يعني ندوات توعوية, ذني السوالف على بعض الأمراض, ممكن تبرعات, حملات تبرعية, هاي كلها إذا يكون community leader بشكل عام. خمسة, manager. manager بمعنى شنو manager؟ بمعنى initiate exchanges of information in order to make a better decision. يعني إنه يعرف يتواصل ويا الباقي, يعني يتواصل ويا باقي الاختصاصات وهاي ويحاول يدير هاي العملية كلها على مود شنو؟ على مود نوصل لأفضل الأفضل قرار لهذا المريض. زين, يعني work with a multidisciplinary team in a close association with other partners for health and social development. تمام, بس الصفات شنية؟ care provider, حكينا يعني شنو care provider. decision maker, لازم يعرف ياخذ القرار الصحيح اللي يناسب المريض بأفضل طريقة ممكنة. و care provider و decision maker و communicator مثل ما حكينا انه متواصل جيد, و community leader و manager. هاي الخمس نجوم اذا توفرت بطبيب فهذا 5 star doctor. تمام, تمام, اوكي, وان شاء الله كلكم تكونون 5 star doctor يا رب. اوكي, وهيك ان شاء الله نكون خلصنا المحاضرة الاولى. اتمنى ما اكون طولت عليكم وما ضوجتكم بعطلتكم الجميلة هاي, إذا حد يشوفني بالعطلة يعني. وإن شاء الله تكونوا استفادت ولو بشي بسيط من المحاضرة, وإذا أحد عنده أي سؤال أي استفسار إن شاء الله خليه يدزلي على التليجرام, وكل التوفيق يا رب.